تحيات للجميع. في بعض الحوارات اللي تمت مؤخرا وبعض التعليقات المستطنية والأسئلة كان من ضمنها أنه ليش عندنا بيتكوين؟ طبعا سؤال existential بيسموه، يعني سؤال جوهري أو سؤال يعني الوجودي بالنسبة لشيء. لماذا لدينا شيء؟ يعني أتوقع أنه هذا السؤال طرح عدة مرات على أشياء كتير. يعني مثلا أول ما طلعت الإنترنت كان فعلا تيجي أسئلة مثل هيك، يعني ليش عندنا إنترنت؟ شوفنا فيها الناس ما كانت حتى مستوعبة أن حياتهم رح تكون قائمة عليها. أنا متأكد نفس الشيء كمان أول ما طلعت السيارة كان يحكوا ليش عندنا سيارة لما إحنا عندنا حصان، عندنا عربة وحصان، ليش في سيارة؟ لما طلعت الكهرباء نفس الشيء، ليش بدكم كهرباء؟ إحنا عندنا هاي الغاز شغال ونقدر نضوي، ليش في كهرباء؟ لحد ما صار في بعد هيك تطبيقات مبنية على الشيء الجديد. كان في فترة من الزمن معظم الناس اللي مش قادرة ما عندهاش قدرة على ما عندها قدرة على الرؤية المستقبلية، ما عندها فيجن شو هذا الشيء وليش بدي استعمله ولا شو بدي اياه. فحتى يعني على فكرة حتى مبدأ التليفونات الخلوية لما طلعت بالبداية كانت الناس مستغربة برضو انه طيب انا ليش بدي حدا يوصل لي باي لحظة، انا ليش حدا الناس تتصل فيي، انا بكون في البيت خلص، انا مروح تحكي معي على البيت، تحكي معي على البيت هيك. إيه كان ما كان في انه والله احكي معي وقت ما بدك، انا رح اكون موجود او اتصل. مبدا يعني الحياه كلياتها تحورت وصارت قائمه على الليميتيشنز او الحدود، القيود اللي حوالينا. احنا كبشر دائما عندنا هاي الشغله انه اذا في حوالينا قيود نتاقلم مع القيود هاي ونأقلم حياتنا بناء عليها. فلما يطلع اي شيء جديد او اي مفهوم جديد بيستغربوا الناس وبيكون في عندهم بعض التساؤلات. فليش البيتكوين؟ البيتكوين وجدت او هي كانت موجوده كحل او بالاساس لايجاد طريقه لايصال نقل القيمه من مكان لمكان كبديل عن الطرق الموجوده حتى الان اللي تتبع نفس النظريه. هو المفروض انه احنا عمالنا بنحاول ننقل المبلغ من مكان لمكان، هذه كل الهدف. الفكره انك كيف تنقلها من شخص لشخص مع وجود نوع من الوثوقيه وفي نوع من الامان في عمليه النقل هاي، نوع من المصداقيه. يعني ما كان عندنا هذا الشيء وهي بديل على الانظمه الموجوده. طيب ليش بدنا نبدل الانظمه الموجوده؟ والله تاريخيا الانظمه الموجوده مش فعاله كثير، اولا غاليه، ثانيا فيها مشاكل بطيئه، يعني ثالثا فيها نوع من التحكم من قبل سلطات تاريخيا برضو اثبتت انها مش ناجحه. يعني احنا لو بنشوف تاريخ الدول راح تلاقي انه نسبه موجوده من الدول اللي كانت فاشله اقتصاديا، سياساتها الاقتصاديه فاشله، ودول كثير منها اصيبت بالتضخم والهايبر انفليشن والتضخم الاقصى هذا اللي بيخلي انه مثلا في الاكوادور كان قبل 14 سنه كان تروح تشتري موزه يكون سعرها اليوم بيسوس، تيجي تشتريها ثاني يوم يكون سعرها 10000 بيسوس. انا حكيت بيسوس بس انا مش متاكد شو العمله. نسيت انا شو عملتهم عشان الامانه العلميه، يعني خلينا نقول بيزوس ماشي او بلاش ماشي على بيزوس خلاص. فهذا الشيء كان عماله بيحدث انه انا الفكره انه هذا مثل، لكن انا اللي بركز عليه هو قضيه الهايبر انفليشن. في بعض الدول من كثر ما صار عندهم هايبر انفليشن صارت تصدر عملات بارقام الناس ما تعرف تقراها. يعني لما يكون في عندك رقم او عمله الورقه الواحده منها عليها 27 صفر. هلا في ناس كتير اصلا لما بعد ما نوصل مليون تعرف ايش بتحكي بعد هيك، خلص احنا عندنا مليون، 1000 مليون، 100000 مليون، مليون مليون، بعد هيك بتصير مليون مليون مليون، خلص ما بتقدر تحكي.
ما بتقدر تعرف، ما بتعرف شو يعني. ممكن في ناس تعرف المليون والبليون والتريليون لأن نسمعها، بعدين في عنا كوادريليون، وبعدين عنا شو بعدين كوادريليون كوينتيليون هكسيليون سبتيليون، أرقام كتير كبيرة. فلما إحنا بنحكي عن الأرقام الغريبة هاي الناس صارت مش عارفة شو تعمل في الفلوس، أرقام كتير عظيمة، أو يعني مش عظيمة، هي أرقام تافهة بالقيمة لكن الرقم كتير كبير. المهم الفكرة إنه تاريخيا كانت بعض الدول غير ناجحة بسياساتها الاقتصادية وسببت ويلات لشعوبها وكوارث. فلما تطلع، لما يطلع نظام خاص أو من جماعة خاصة زي البيتكوين، فهو بديل لهاي الأنظمة اللي أثبتت فشلها عدة مرات. هلا مش دائما، بعض المرات فشلت، بعض المرات ما فشلت، لكن بشكل عام هي مش أحسن من غيرها. يعني نسبة الفشل موجودة عندها، وما كانت دائما حماية للشعب مثلا من التضخم المرعب اللي بيخلي إنه كل الناس فجأة تصير فقيرة. يعني تتخيل تكون في بلد فيها أغنياء وفقراء وطبقة وسط وكل شيء، تصحى ثاني يوم الصبح الكل فقير، اللي عنده 20 مليار واللي عنده صفر كلهم على الحديدة، لأنه البلد أفلست اقتصاديا. مش أفلست إفلاس، بس صار عندهم هايبر إنفليشن سببت كارثة اقتصادية على البلد. وهذا كان يصير ولا زال بيصير وعماله بيصير حاليا. فبما أنه الدول نفسها مش قادرة تكون عندها هذا النوع من الركوز الاقتصادي أو يعني من ناحية راكزة، فليش ما تعطي الفرصة للناس التانيين أنهم يجربوا أنهم يعملوا شيء ممكن يكون مفيد، ممكن يكون متحدى، يتحدى فكرة الانفليشن، لأنه هو عالمي مش محلي، وهو لا يتحكم فيه أفراد، ممكن يصيبهم فساد، وممكن يصيبهم حروب، وممكن تصيبهم بلاوي زرقاء، وممكن يصير في عليهم انفلونس خارجي من دول تانية تعمل عليهم حصار أو عملة عالمية ما لهاش علاقة. هي طريقة للتعامل علشان الناس ما تنضرب، الناس ما ما ما, ما تخسر ثرواتها وما تخسر. طبعا احنا لساتنا بعاد عن فكرة انه أو يعني عن مرحلة انه والله البيتكوين هي الملاذ وهي المكان اللي احنا راح نحط فيه الثروات ونخليها للمدى البعيد ونحافظ عليها هناك. لسه بعاد عن هذا الموضوع، لكن شوي شوي مع الزمن لما تزيد الثقة فيها ولما تدعمها الشعوب اكثر من الدول. احنا هلا في مرحلة انه الشعوب اللي تدعم هاي الفكرة مش الدول. لما يصير هذا الشيء بتصير فعلا مخزن للقيمة، وممكن توارثها، وممكن نعطيها للأجيال اللي بعدينا أو نخزنها للمستقبل. هاي هي الفكرة. لماذا وجدت البيتكوين؟ البيتكوين وجدت علشان تحل المشاكل الاقتصادية اللي كانت موجودة عندنا. أهم المشاكل هاي كانت في عمليات نقل القيمة من مكان لمكان وتكلفتها وتوابعها، وإضافة نوع من الثقة في عمليات التعامل، وأهم سبب، ومش أهم سبب ولكن سبب جانبي يعتبر، هو أنه الأنظمة الاقتصادية الموجودة فيها مشاكل، وفي دائما الناس قائمين عليها بيحاولوا أنهم يعدلوا كل شيء، كل الموازين الاقتصادية علشان يضل الاقتصاد ناجح وشغال. لكن تاريخيا الدول أثبتت، أو نسبة كبيرة من الدول، أو نسبة كبيرة، نسبة متوسطة من الدول أثبتت أنها غير قادرة على إدارة شؤون الاقتصاد الخاص فيها بشكل شفاف وبشكل صحيح، وكانت نتائجها كارثية على الدول اللي صارت فيها هاي الأمور. وبالتالي اتجهت الناس إلى بديل لهذه العملات، لهذه السبب نسميها عملات بديلة، وأولى العملات البديلة هاي الكريبتو كارنسيز اللي هي بيتكوين والإثيريوم واللايتكوين وجماعتهم، كلياتهم عملات موجودة بديلة للنظام الحالي الموجود. تحياتي للجميع. إذا عندكم أسئلة حطوا ليها بالتعليقات، تنسوش تعملوا، مين بيعرف شو هاي تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو سمحتوا ويعني شاركوا أصدقائكم بالمعلومات. سلام.